صباح الخير، هذه غرفة الأوتيل. هلو، هذه الحيوانات اللي تطلع الواحد لما يفيق الصبح. أعرفكم على المنتجع اللي نازل فيه في محمية أمبوسيل الكينية قرب الحدود مع تنزانيا. هذه غرف على شكل خيام، فيها حطب وفيها قماش الخيام. هذه الحدود التنزانية، هناك جبل كليمانجارو. هذه الغرف جاهزة بكل شيء. هذا حمام في وسط الغرفة، هذا الدوش. Yeah, the vision is clear. Yes, clear. Hakuna Matata. Hakuna Matata. هذا هو الحارس، حارس المنتجع، يقول لي أنه قمة كليمنجارو واضحة.